Thank you.
I
علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فينبغي علينا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونكثر من الاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى. قولوا معي: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله بعد ذلك أبدا، وبرينا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن هذا حالنا واضح لك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان للفضل منك وإليك. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نسالك غيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين، اللهم انا نسالك غيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انا نسالك غيثا نافعا يا رب العالمين، هنيئا مليئا يا رب العالمين، تسقي به العباد وتحيي به البلاد يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك.